أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة لكتاب الاستحسان وتخصيص العلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، وكنا وهذا هو اليوم الخامس في قراءة هذا الكتاب، وكنا قد وصلنا أو انتهينا بالأمس إلى ذكر بعض القيود والشروط التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية للعمل بهذه القاعدة، وهي تخصيص العلة. وقد ذكرنا سابقا أنه قد اختار، قال وهو كذلك حين ذكر مذاهب أهل العلم، قال عن تخصيص العلم العلة حين نقل مذهب الرازي وابن الحسين البصري وغيرهم، فقال وهو كذلك بمعنى هذا هو الصواب، لكنه بعد ذلك ذكر القيود والشروط التي تتعلق بهذه القاعدة. لذلك أحد الأحبة أمس يقول الآن بدأت تتضح واتضحت لي هذه القاعدة ووضحت، وهذا صحيح، وهذا شأن علم الأصول على وجه التحديد، فإنك لا تجد لذته ولا تجد فهمه إلا بعد صبر وتأني، لأن غالب الأصوليين إذا بدأوا في القواعد الأصولية إنما يبدأون بالتنظير، والتنظير ربما يجد المرء صعوبة في فهمه، فإذا صبر طالب العلم قليلا حتى ينتهي صاحبه أو مؤلفه من ذكر التنظير، أخذ بعد ذلك في ذكر القيود التي تتعلق بهذا والتمثيل لها وتخريج المسائل الفقهية عليها، فتبدأ تتضح القاعدة الأصولية على أحسن صورة وعلى أحسن وجه. لذلك وعلم الأصول كذلك، علم الأصول بادئ في إذا بدأ طالب العلم في قراءته ودراسته وجد نفرة، وهذا يجده كثير من طلاب العلم، فإنه علم فيه شيء من الصعوبة، لكن إذا صبر ظفر، إذا صبر طالب العلم وجد بعد ذلك لذة وفائدة هذا العلم. وفيما أذكر أن أحد مشايخنا بعد 15 سنة من تدريسي قال والله الآن بدأت أعرف قيمة علم أصول الفقه، وهذا صحيح. على كل حال، البارحة ذكرنا القاعدتان مهمتان فيما يتعلق بتخصيص العلة. أولاهما أن العلة المنصوصة ما كان يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن بأساً أن يأتي نص آخر يقيده أو يخصصه حتى وإن لم يكن ثمة معنى في هذا الذي خص، وكأنه أجرى تخصيص العلة المستنبطة على وفق عموم الألفاظ، فإن عموم الألفاظ بمجرد العام من الأحاديث من النصوص في الكتاب والسنة، إذا جاء نص صحيح يخصصه أو يقيده عمل به، لكن قلنا أن تخصيص العلة المستنبطة يختلف عن ذلك. لذلك بيّن ابن تيمية أن أبا الخطاب حين قال بتخصيص العلة ما أعمل هذه الشروط وهذه القيود، وهو أن هذا هذه الصورة التي تخص من عموم هذه العلة لا بد وأن يكون ثمة معنى أو فرقا اقتضى لهذه الصورة أن تخالف هذه الصور أو عموم هذه الصور، وهذا أمر مهم لا بد أن يميز أو أن ينظر المجتهد وطالب العلم هل هناك فرق بين هذه الصورة التي خصت أم لا. ثم القيدان الآخران وهو موضوع الشرط، وجود الشرط وعدم وجود المانع، ونكمل إن شاء الله تعالى قراءتنا اليوم. وأيضا هناك قواعد طيبات
ذكرها ابن تيمية خرجها على هذه القاعدة وسيتبين، ولعلي أبين. طبعا الأصل في القاعدة الأصولية أن يخرج منها الفرع الفقهي، هذا هو الأصل. يقال تخريج الفروع على الأصول، بمعنى ثمرة القاعدة الفقهية أو القاعدة الأصولية أن يتبين الأثر الفقهي لها، المسائل العملية الفقهية. لكن كذلك من القواعد الأصولية يقال فرع عنها تلك القاعدة، بمعنى أن القاعدة الأصولية قد يتفرع عنها قاعدة أصولية أخرى. لذلك الاستحسان فرع عنها قاعدة أخرى، وهي قاعدة تخصيص العلة. وقاعدة تخصيص العلة أيضا يتفرع عنها ما يسمى بناقض العلة. وبين ابن تيمية أيضا في، وسيتبين إن شاء الله تعالى في هذا اليوم، بعض المسائل الأصولية التي لأول مرة أقف على أحد من أهل العلم فرعها على تخصيص العلة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجعله مباركا حيثما كان وانفعنا بعلمه، واغفر للسامعين والحاضرين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما إذا جاء نصان بحكمين مختلفين في صورتين وثم صور مسكوت عنها، فهل يقال القياس هو مقتضى أحد النصين فما سكت عنه نلحقه به وإن لم نعرف المعنى الفارق بينه وبين الآخر؟ فهذا هو الاستحسان الذي تنوزع فيه، فكثير من الفقهاء يقول به، كأصحاب أبي حنيفة وكثير من أصحاب أحمد وغيرهم. وهذا هو الذي ذكره القاضي بقوله: اعتراض النص على قياس الأصول، وهو في الحقيقة قول بتخصيص العلة كما تقدم. طيب، بارك الله فيك. احنا ذكرنا بالأمس أن ابن تيمية كرر ما ذكره في أول كتابه عن مسألة تعارض الصورتين، وأن بعض أصحاب أبي حنيفة كانوا يجعلون هاتين الصورتين متعارضتان، فيلجؤون بعد ذلك إلى النسخ. وبين ابن تيمية أن هذا الذي كان ينكره الإمام الشافعي والإمام أحمد، وذلك لأن قلنا أن النسخ هو النسخ رفع وإبطال وإزالة، وما يلجأ إلى النسخ إلا في أضيق الحدود حين يتعذر الجمع. ما تستطيع الجمع حينئذ انظر إلى المتقدم والمتأخر. بل زاد يقول: وكثير من هذا الذي يحكمون عليه بالنسخ يحكمون عليه بالنسخ من غير معرفة التاريخ، لأنه من شروط النسخ أن تعرف المتقدم والمتأخر حتى تقضي فتقول هذا النص متأخر وهو قاض على المتقدم. بمعنى أنهم ارتكبوا محذورين: أولاهما أنهما ما جمعا بين هذه النصوص، والأولى والصواب أن تجمع أو أن يجمع بين هذه النصوص. ثم ثانيا أنهم لجأوا إلى النسخ، ثم كان لجوءهم إلى النسخ من غير سند ومن غير دليل ومن غير معرفة تاريخ. هذا الذي ذكرناه في آخر المسائل أمس. ثم انتقل إلى مسألة أخرى خرجها رحمه الله تعالى أيضا على مسألة تخصيص العلة، فقال: وأما إذا جاء نصان بحكمين مختلفين في صورتين وثم صور مسكوت عنها، فهل يقال القياس هو مقتضى أحد النصين فما سكت عنه نلحقه به وإن لم نعرف المعنى الفارق بينه وبين الآخر؟ وقد أرجع رحمه الله تعالى المثال، ولعلنا نستقدم أو نقدم المثال، لأن الأمثلة في الغالب هي التي توضح هذه المسائل. هو يقول: إذا جاء نصان بحكمين مختلفين في صورتين، وضرب لها مثلا بعد ذلك بمسألة سجود السهو.
الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الوارد عنه صلى الله عليه وسلم صور قليلة، إما نقصا في صلاته صلى الله عليه وسلم فسجد لسجود السهو، أو زاد في صلاته صلى الله عليه وسلم فسجد لسجود السهو، وكذلك إذا شك أمر صلى الله عليه وسلم بسجود السهو. وهذه النصوص أحكامها مختلفة، لأن بعضها كان صلى الله عليه وسلم يسجد قبل السلام، وبعضها وفي بعضها يسجد بعد السلام. إذن قال نصان بحكمين، نصان أو أكثر، بحكمين مختلفين في صورتين، وثم صور مسكوت عنها ما تبين. مثلا إذا نسي التسبيحة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أو إذا لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى ثم تذكر في الثانية أنه لم يقرأ، يجعلها هي الركعة الأولى، لكنه سهو لا بد وأن يجبر. صور عدة، هذه الصور المسكوت عنها إلى أي الصورتين تلحقها؟ قبل السلام، سجود السهو قبل السلام، أو السجود بعد السلام؟ هذا الذي أراده ابن تيمية، لكن صلتها بتخصيص العلة سيتبين بعد قليل. قال فهذا الذي تنوزع، أو هذا هو الاستحسان الذي تنوزع فيه. فكثير من الفقهاء، بمعنى أن هذه الصورة غير الصورة الأولى. الصورة الأولى فقهاء أهل الحديث في الجملة كانوا ينكرون على من يجعل بين هذه بين الصور الماضية تعارض ثم يلجؤون إلى النسخ، لكن هذه الصور أدق، هذه الصور أدق، فلذلك كان الخلاف فيها أيضا بين فقهاء أهل الحديث. قال فكثير من الفقهاء يقول به، كأصحاب أبي حنيفة وكثير من أصحاب أحمد وغيرهم، ومن الشافعية وغيرهم. بمعنى هذه الصورة أنلحقها بأحد، نقول قبل السلام حتى وإن لم نعرف الفرق، أو لا بد أن يتبين لنا فرق ويتميز في هذه الصورة، أو نلحقها بعد السلام. قال هذا هو الاستحسان، بمعنى تخصيص العلة الذي تنوزع فيه بين أصحاب أبي حنيفة وأصحاب أحمد وغيرهم. وهذا هو الذي ذكره القاضي بقوله اعتراض النص على قياس الأصول. قال وهو في الحقيقة قول بتخصيص العلة كما تقدم. وقلنا أن تقديم النص على قياس الأصول هو في محصلته، إذا تأملته حتى من غير التأمل في بادي النظر يتبين لك أنه من قبيل تخصيص العلة. وهذا الذي أقر به القاضي أبو يعيى الأعلى في آخر عمره، فإن ابن تيمية يقول أن القاضي أبا يعلى في آخر عمره رجع إلى القول بتخصيص العلة، وقال وانتصر له، وقال مذهب المسائل الإمام أحمد تدل عليه. فالشاهد ها هنا المثال تبين لكم حفظكم الله، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان في هذا في التقسيم الآتي. نعم. ومن لم يجوز تخصيصها إلا بفارق بين صورة التخصيص وغيرها يقول لا بد أن يعلم الجامع أو الفارق، فليس إلحاق المسكوت بأحد النصين بأولى من إلحاقه بالآخر. وإذا علم المعنى في أحد النصين ولم يعلم في الآخر وجاز أن يكون المسكوت عنه في معنى هذا ومعنى هذا، لم يلحق بواحد منهما إلا بدليل، لم يلحق بواحد منهما إلا بدليل. وإذا علم المعنى في أحد النصين ووجوده في المسكوت عنه ولم يعلم المعنى في الآخر فهذا أقوى من الذي قبله، فإنه هنا قد علم مقتضى القياس الصحيح وشموله لصورة المسكوت، وأما وجود الفارق فمشكوك فيه. بارك الله فيك. قال وهذا من دقيق علمه واستنباطه رحمه الله تعالى، ففصلها على هذا التفصيل الآتي. طيب
طيب نقول هذا المسكوت عنه، هذا السهو الذي وقع في صلاتي، لكن ما ورد إلى أي الصورتين نلحقها؟ نلحقها لأي صورة؟ نقول قبل السلام أو بعد السلام، ما في فرق، أم لا بد أن نراعي وأن ننظر إلى المعنى الذي يجمع بين هذا المسكوت عنه وبين المنصوص عليه؟ لا بد من مراعاة ذلك، هذا الذي سيبينه. قال: ومن لم يجوز تخصيصها إلا بفارق بين صورة التخصيص وغيرها، يقول لا بد وأن يعلم الجامع أو الفارق. لذلك لابن تيمية تفصيل في مسألة سجود السهو، تفصيل رحمه الله تعالى. كثير من الفقهاء يقول يعني أي صورة، سواء قبل السلام أو بعد السلام، وبعضهم يرجح قبل السلام مطلقا، وبعضهم يرجح بعد السلام مطلقا، لكن لابن تيمية تفصيل في هذا المقام، ليس هذا موضع بيانه، أنه كان يفصل بين السهو الذي ينبغي إلحاقه بقبل السلام وبين السهو الذي ينبغي إلحاقه بعد السلام. فها هنا يقول: ومن لم يجوز تخصيصها إلا بفارق بين صورة التخصيص وغيرها، يقول لا بد أن يعلم الجامع أو الفارق. هذا المسكوت عنها لا بد أن نتأمل، ما الذي يجمعها؟ هل يجمعها بالنص الوارد عنه صلى الله عليه وسلم قبل السلام، أم يجمعها بالنص الوارد عنه صلى الله عليه وسلم بعد السلام؟ لا بد وأن ينظر وأن يتأمل. فليس إلحاق المسكوت بأحد النصين بأولى من إلحاقه بالآخر، لأنه بعض الفقهاء يقول كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سجدت قبل السلام الحمد لله، وإذا سجدت بعد السلام فالحمد لله. وهذا لا شك أنه قول أهل الفقه وقول أهل العلم المعتبرين، لا نقول في هذا المقام من قبيل الغض من هذا القول أو نحوه، لكن ها هنا يتبين لك مدارك أهل العلم وسعة علمهم ودقة استنباطهم. فها هنا يقول: ليس إلحاق هذا المسكوت عنه بهذا الفرع أولى من الآخر. تقول قبل السلام ليه؟ ربما كان بعد السلام. قال يعني ليس ثمة وجه لإلحاقه بفرع من غير ترجيح. قال: وإذا علم المعنى في أحد النصين ولم يعلم في الآخر، هذا المسكوت عنه، لكن بين هذا الذي وقع مني وبين هذا النص على سبيل المثال قبل السلام ثمة معنى، فإذا يكون سجودي قبل السلام. قال: وإذا علم المعنى في أحد النصين ولم يعلم في الآخر، لكن والله النص الآخر ما تبين لي، وجاز أن يكون المسكوت عنه في معنى هذا ومعنى هذا، لم يلحق بواحد منهما إلا بدليل. لا بد من ترجيح، لا بد من ترجيح. قال: وإذا علم المعنى في أحد النصين ووجوده في المسكوت عنه ولم يعلم المعنى في الآخر، فهذا أقوى من الأول، يعني أعلى من الرتبة، لم يرتبها حسب القوة، لكن هذا الثاني أقوى في الدلالة من هذا الثالث، أقوى في الدلالة من الثاني. قال: فإنه هنا قد علم مقتضى القياس الصحيح وشموله لصورة المسكوت، وأما وجود الفارق فيه فمشكوك فيه، بمعنى ما يكتفي بأن هذا المسكوت عنه والله له شبه بهذا المنصوص عليه وهو قبل السلام. طيب هل ثمة فارق في هذا المسكوت عنه بينه وبين النص الآخر الذي يكون بعد السلام؟ هذا أيضا عند شيخ الإسلام ابن تيمية قال: لا بد وأن يراعيه الفقيه حين يريد الترجيح. ثم أخذ أو ذكر المثال الذي ذكرناه آنفا. نعم. وهذا نظير أخذ أحمد بالنصوص الواردة في سجود سهو،
فما كان منها قبل السلام أخذ به، وما كان بعد السلام أخذ به، وما لم يجئ فيه نص ألحقه بما قبل السلام، لأنه القياس عنده. نعم مطلقا، هذه الرواية عند الإمام أحمد. صورتان وردت عنه صلى الله عليه وسلم: ما نص عنه من زيادة ونقصان وشك اتبع فيه رحمه الله تعالى الأثر والحديث، لكن ما سكت عنه وجد أن المعنى أو الأولى أن يلحق بقبل السلام. وقد ذكر فضيلة المحقق هنا أو نقل عن ابن قدامة التعليل في إلحاق كل ما سهى عنه المصلي إلى قبل السلام. فنقل عن المغني ابن قدامة قال الإمام أحمد في رواية الأثرمي: كل سهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام يسجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام، هو أصح في المعنى، وذلك أنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل أن يسلم. فكل سهو يلحقه بقبل السلام، وهذا اختيار الإمام أحمد. نعم. وتحقيق هذا الباب أنه إما أن يعلم استواء الصورتين في الصفات المؤثرة في الشرع، وإما أن يعلم افتراقهما، وإما أن لا يعلم واحد منهما. ونعني بالعلم ما يسميه الفقهاء علما، وهو أن يقوم الدليل على التماثل والاستواء أو الاختلاف والافتراق، أو لا يقوم على واحد منهما. حين يقول تحقيق هذه المسألة بمعنى بيان وجه الصواب فيها، فيقول هو وغيره يقول: وتحقيق المسألة وتحرير المسألة. قال قسمها إلى ثلاثة أقسام. قال والتحقيق أو تحقيق هذا الباب، لأن مسألة دقيقة، أنه إما أن يعلم استواء الصورتين في الصفات المؤثرة في الشرع، هاتان الصورتان لا فرق بينهما وكلها لها أثر في بقية الصور، وإما أن يعلم افتراقها، وإما أن لا يعلم واحد منها، ما يتبين للفقيه. قال ونعني بالعلم هنا ما يسميه الفقهاء علما، موضا لكن علم بمعنى أن يقوم دليل على التماثل والاستواء. فإذا قال هاتان الصورتان متماثلتان، قيل أقلت ذلك عن علم أو عن ظن؟ فإذا قال بل قلته عن علم، قيل له أين الدليل؟ لا بد من دليل. أو الاختلاف والافتراق، فإذا قيل بين هاتين الصورتين اختلاف وافتراق، أيضا لا بد وأن يبين وجه الاختلاف والافتراق، أو لا يقوم على واحد منهما. فها هنا يتوقف الفقيه بمعنى ما يتبين له أو لا يتبين له وجه الترجيح بينها، فإنه يتوقف. هذا هو تحقيق المسألة. نعم. فالأول: متى ثبت الحكم في بعض الصور دون بعض علم أن العلة باطلة، وهذا مثل دعوى من يدعي أن الموجب للنفقة نفس الإيلاد أو نفس الرحم المحرم أو مطلق الإرث بفرض أو تعصيب، ويقول إذا اجتمع الجد والجدة كانت النفقة عليهما، فإنه لما ثبت بالنص والإجماع أنه إذا اجتمع الأبوان كانت النفقة على الأبي، علم أن العصبة في ذلك يقدم على غيره وإن كان وارثاً بفرض، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. وعلم أن قوله على الوارث مثل ذلك هو الوارث المطلق، وهو العاصب إن كان موجوداً، لأن عمر جبر بني عم منفوس على نفقته. وهذه الآية صريحة في إيجاب نفقة الصغير على الوارث العاصب، وقال بها جمهور السلف، وليس لمن خالفها حجة أصلا، ولكن ادعى بعضهم أنها منسوخة، وقيل ذلك عن مالك، وبعضهم قال عليه ألا يضار،
فتركها بدعوى نسخ أو تأويل هو نوع هو من نوع تحريف الكلم عن مواضعه لغير معارض لها أصلا، مما يعلم بطلانه كل من تدبر ذلك. وإذا كانت الأم أقرب الناس إليه لا نفقة عليها مع الأب، وهي تحوز الثلث معه، فأن لا يجب على الجدة مع الجد وهي تحوز السدس أولى وأقوى. بارك الله فيك. قال: فالأول، وأيضا في هذه الكلمة في النفس منها شيء، أول عليه ما عرفته، لذلك فيما يغلب على ظني أن هذه الكلمة زائدة، لأنه أو أولا أين الثاني؟ ما في لا ثاني ولا ثالث، وإلا تها. جزاك الله خير، أحسنت أحسنت، لأنه يعني فيقول فالأول، طيب أين الثاني والثالث؟ ما في، هذه أولاها. ثانيا، إذا قيل الأول على المذكور سابقا، وتحقيق هذا الباب أن يعلم استواء الصورتين في الصفات المؤثرة في الشرع، إذا قصد هذا الأول فأراد أن يحرره وأن يبينه، فإن الكلام الذي أتى بعد الأول لا يساعده، لأنه يقول فالأول متى ثبت الحكم في بعض الصور دون بعض، يعني ليس متماثلين، ليس متماثلين. فلذلك إما أن تكون هذه سبق قلم من المؤلف رحمه الله تعالى، أو أن يكون المحقق الفاضل قد قرأها خطأ، وذكرنا سابقا ونكرر أن قراءة شيخ خط شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه حل ألغاز، هو أقرب إلى حل الألغاز، فربما يعني كانت كلمة أخرى أو نحوها، لكن والله الأول ما وجدت لها ما يعني مصرفا، وما وجدت لها توجيها، ربما يكون يعني ثم توجيه للكلام ما يتبين، لكن العربية لا تساعد في هذا المقام. فلذلك فلعله فمتى ثبت الحكم أو نحوه، ها، لكن الأول ها هنا ما يعني ما بعد لا تعب ونظر ما تبين لي موضعها في سياق الكلام. فعلى كل، كرر ما ذكره سابقا ونكرره الآن، نذكر به الإخوة، أن العلة المستنبطة إذا جاء نص فخصص صورة أو صورا من عموم هذه العلة ولم يظهر في هذا التخصيص معنى، دل ذلك على أن هذه العلة منقوضة، وأن هذه العلة فاسدة وغير صحيحة، ذكرها سابقا وأوردها في هذا المقام أيضا لأن لها صلة بالمسألة هذه. فقال: فمتى ثبت الحكم في بعض الصور دون بعض، علم أن العلة باطلة منقوضة، أن هذه العلة التي استنبطتها ما هي صحيحة، ليست صحيحة. قال: وهذا مثل دعوى من يدعي، وهذه مسألة مرت بنا سابقا، مثل دعوى من يدعي أن الموجب للنفقة هو الإيلاد أي الولادة، أو نفس الرحم المحرم، أو مطلق الإرث بفرض أو تعصيب. لذلك قالوا: القياس يقتضي أن تكون النفقة للصغير على الأم والأب، لأن الأم ترث الثلث والأب يرث الثلثان، فتكون النفقة على الأم الثلث وعلى الأب الثلثان. لكننا تركنا هذا القياس للنص والإجماع أن النفقة على الوالد، تذكرتم؟ الآن ها هنا جاء في مسألة قيست عليها، فقال: إذا اجتمع الجد والجدة، مات الأبوان لكن اجتمع الجد والجدة، كانت النفقة عليهما، فإنه لما ثبت بالنص والإجماع أنه إذا اجتمع الأبوان كانت النفقة، هكذا قالوا يقولون أن النفقة على الجد والجدة والجد. قال: فإنه لما ثبت بالنص والإجماع أنه إذا اجتمع الأبوان
كانت النفقة على الأب، هذا بالإجماع وبالنص. علم أن في قوله وعلى الوارث مثل ذلك ليس مطلق الوارث، ليس مطلق الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل النفقة. قال فعلم أن الوارث ها هنا الذين عمموا لا وجه لهذا التعميم، فأوردوا الجد والجدة. قال علم أن إذا اجتمع الأبوان كانت النفقة على الأب بالإجماع، وعلم أن العصبة في ذلك يقدم على غيره، العصبة من الرجال وإن كان وارثا بفرض، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. وعلم أن قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك هو الوارث المطلق وهو العاصب، فلا شأن للجدة هاهنا. نعم إذا توفى الأب، توفى الأب والأم أو توفى الأب فإن النفقة تنتقل إلى الجد، لكن الجدة لا شيء يجب عليها، وسيقيسها المصنف وسيقيسه الشيخ بعد قليل على الأم. إذا كانت الأم لا نفقة عليها فمن باب أولى أن الجدة لا نفقة عليها. قال المقصود بها هنا الوارث المطلق وهو العاصب إن كان موجودا الأب، إن لم يكن الأب فالجد، وهكذا. قال لأن عمر جبر بني عم منفوس، أي ولد صغيرا، منفوس بمعنى نفسته أمه أو ولدته قريبا، فجعل النفقة على بني عمه، ما وجد أقاربه من العصبات أبوه أو عمه أو جده. قال فجعل عمر رضي الله تعالى عنه النفقة على بني عمه، ما جعلها على النساء، بحث عن أمه أو من جدته أو غيرها، فجعلها على عصبته من بني عمه. قال وهذه الآية صريحة في إيجاب نفقة الصغير على الوارث العاصب، وقال بها جمهور السلف. لذلك من عمم قال المقصود به العلة هاهنا الوارث من يرث، سواء كان من ذوي الرحم، سواء كان بفرض أو تعصيب، أو كان بإيلاد بمعنى ولدته، أو كان سببا في ولادته. قال هذا العموم الذي أطلقوه قد جاءت الشريعة بتخصيصه نصا وإجماعا، فإذا جاء التخصيص دل ذلك على أن هذه العلة التي استنبطتها يا عبد الله فاسدة ما تصح، لأنها لو صحت لما جاء ما يناقضها أو ما ينقضها، وهذا الذي أراده ابن تيمية في أول الكلام. قال متى ثبت الحكم في بعض الصور دون بعض علم أن العلة باطلة، ليس مطلق الوارث، لكن المقصود بالوارث هنا العصبة من الرجال، الأب الجد إن لم يكن أبو الجد وهكذا، لكن ليس المقصود به. فلما خص هذا تبين لك أن انتزاعك وأن استنباطك لهذه العلة وأن المقصود بها مطلق الوارث سواء كان بفرض أو تعصيب أو ذي رحم، هذه علة باطلة لأن هذا النص قد نقضها. قال وهذه الآية صريحة في إيجاب نفقة الصغير على الوارث العاصب، وقال بها جمهور السلف، وليس لمن خالفها حجة أصلا، ولكن ادعى بعضهم أنها منسوخة، وهذه حجة يلجأ إليها من لا يجد سبيلا إلى الرد أو نهف يقول لا والله هذه منسوخة. وقيل وأوردها بصيغة التمريض وهذا صحيح، فإن أبا بكر العربي كما نقل المحقق ها هنا استعاذ بالله أن يكون هذا قول الإمام
مالك قال أبو بكر بن العرب، كلام لطيف، قال هذا كلام حتى يتبين لكم خطورة النسخ، لأن إذا قلت ترى هذا منسوخ إيش معناه؟ معناه أنك أبطلت هذا النسخ ورفعته ولغيته، وهذا لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر الجمع مطلقا، ما ليس ثمة سبيل. فلذلك ما يتجرأ السلف، ما كانوا يتجرؤون ويقولون هذا منسوخ. فلذلك لما نقل عن الإمام مالك أنه قال في هذه أنه منسوخ، قال هذا كلام أبو بكر العربي يقول هذا كلام تشمئز منه قلوب الغافلين وتحار فيه ألباب الشادين، والأمر فيه قريب. ووجهه أن العلماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمون التخصيص نسخة، فإذا ورد عن الإمام مالك كأنه قال منسوخ، مو بمعنى أنه أبطله أو رفعه أو أزاله، لكن بمعنى أنه خصصه أو خصص عمومه أو قيد مطلقه. وبعضهم قال عليه ألا يضار، وعلى الماء ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، بمعنى ألا يضرها. فأعادوا هذا على أقرب مذكور، قالوا ليس المقصود به النفقة في حق المرضعة وعلى المولود له رزقهن، قالوا بل المقصود به الآخر، ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، أي ألا يضر. فأعادوها على آخر مذكور، وأيضا هذا تأويل مخالف للسلف، فإن قوله تعالى ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد وعلى الوارث مثل ذلك يعود على كل ما سبق، على كل ما سبق. لذلك يقول ابن تيمية فتركها بدعوى نسخ أو تأويل أن يعود على المضارة، قال هو من نوع تحريف الكلم عن مواضعه لغير معارض لها أصلا، مما يعلم بطلانه كل من تدبر ذلك، بمعنى أن تلجأ حتى تنصر مذهبك أو قولك فتأتي إلى تأويلات هي أقرب إلى التحريف منها إلى التأويل، أو دعوى نسخ من غير بيان للناسخ فترتكب أمرا، حتى أن أصحاب مالك تعوذوا بالله أن يكون الإمام مالك قد قال به، لذلك ما يلجأ إليها. فقال الشيخ فتركها بدعوى نسخ أو تأويل هو من نوع تحريف الكلم عن مواضعه لغير معارض لها أصلا، مما يعلم بطلانه كل من تدبر ذلك. قال وإذا كانت الأم أقرب الناس إليها لا نفقة عليها من الأب مع الأب، هذا بالنص والإجماع لا نفقة عليها، وهي تحوز الثلث معه أي مع الأب، فألا يجب على الجدة مع الجد وهي تحوز السدس أولى وأقوى. أنتم تقولون الجدة إذا كانت الأم وهي مع الأب لا نفقة عليها، تقولون أنها وارث ترث، هي ترث الثلث، لكن الجدة ترث السدس، ومع ذلك من باب أولى ألا يجب أو لا تجب النفقة على الجدة. نعم. والقائلون بذلك يقولون القياس يقتضي وجوب ثلثها على الأم، لكن ترك ذلك للنص، فيقال أي قياس معكم؟ إنما يكون قياساً لو كان معهم نص يتناول هذه الصورة بلفظه أو معناه، وليس معهم ذلك، ولو كان ذلك لكان مجيء هذا النص بهذا يوجب إلحاق نظائره به، فيقاس كل عاصب معه فرض أوجبه من وراث الفرض على الأب مع الأم. هم يقولون أن القياس يقتضي وجوب ثلثها على الأم، لكنه خص من عموم هذا القياس بالنص والإجماع،
فلذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قولكم القياس يقتضي وجوب ثلثها على الأم وأنه ترك على النص، فيقال لكم أي القياس هذا؟ لأن القياس لا بد له من أصل وفرع. أين النص الذي قستموه فقلتم أن الأم يجب عليها الثلث لكن خصصناها لوجود نص آخر؟ أين هذا الأصل الذي قستموه عليه؟ قال: أي قياس معكم؟ أين هذا القياس؟ إنما يكون قياسا لو كان معهم نص يتناول هذه الصورة، لأن من شرط القياس أن يكون أصل منصوص عليه ثم فرع تلحقه بهذا الأصل وعلة منتزعة تجمع بين الأصل والفرع. فقيل فيقال: أين هذا الأصل الذي ذكرتموه؟ أين هذا النص الذي يقول أن الأمة يجب عليها النفقة؟ قال: وليس معهم ذلك. يعني كان بإمكان الشيخ أن يأتي بافتراض، قال: ما لا يوجد دليل لهم، لا يوجد لهم ذلك. ولو كان، وهذا الذي يسمى في مقام الجدل التنزل في الجواب، أقول: طيب نفرض، والله ما عندكم دليل أنتم، لكن نفرض أن ثمة دليل، ولو كان ذلك، يعني هناك دليل، لكان مجيء هذا النص بهذا يوجب إلحاق نظائره به، فيلحق كذلك بالأم غيرها، فيقاس. وهنا أيضا عبارة أشكلت علي، وأعتذر إذا قلت في، يعني في كل موضع وفي النفس، وأيضا هذه العبارة في النفس منها شيء، حين يقول: فيقاس كل عاصب معه فرض أوجبه من وراث. حتى كلمة وراث ما تأتي يعني على لسان ابن تيمية الفصيح، يعني إذا أراد جمع وارث الوارثون فيقال وارث الجد، وارث الأم، وارث الابن، لكن وراث هذه. لذلك على كل حال، وفي نسخة المكتبة الشاملة، ولا أدري مدى صحتها، لكن جاء هكذا على وفقها، قال: ولو كان ذلك، يعني لو تنزلنا وقلنا أن هناك قياس ونص تقيسون عليه، لوجب أن يلحق، لكان مجيء هذا النص بهذا يوجب إلحاق نظائره به، فيقاس على الأب مع الأم. هكذا في المكتبة الشاملة، في نسخة المكتبة الشاملة بإسقاط هذه العبارة، وهذه تحتاج إلى تأمل، بمعنى سياقها ما استقام عندي. كلمة وراث أخشى أن يكون المحقق قد أخطأ في قراءتها، يعني تكون كلمة أخرى أو نحوها، لأنه ما نعرف أن يقول وراث كذا، نقول وارث الأب إذا كانوا مجموعة، وارث الأم، وارث الجد، من عند وارث، ونحوها. فعلى كل حال تحتاج إلى تأمل، وأنا والله أقولها لكم ما وجدت لهذه العبارة. إما إذا كانت ساقطة استقام الكلام، لكن حتى النسخة التي بين أيديكم موجودة فيها، موجودة هذه الزيادة. فيبقى الأمر يحتاج إلى شيء من التأمل، لكني الذي أميل إليه ولا أجزم به أن هذه العبارة إما أن تكون، يعني قد أخطأ فضيلة المحقق في قراءتها وتكون على معنى ثان، أو أن تكون ساقطة كما نقلت أو نقلها من كتبها في المكتبة الشاملة، والله أعلم. لكن في كل الأحوال المقام مقام إلزام. قال: لو كان هناك نص، إذن ينبغي أن يلحق مع الأم من كان مثلها في نظائرها، ما نقول بس الأم، لأنه إذا قلنا أصل عندنا والله قياس، والقياس هناك نص، طيب إيش ما عندكم نص؟ نفرض أن هناك نص، لابد وأن يلحق مع الأم من كان مثلها
أو نظيرها حتى يستقيم القياس. على كل حال تحتاج هذه العبارة إلى شيء من التأمل والرجوع إلى بعض النسخ حتى يتبين. لكن وراث ما أقطع، لكني يعني يغلب على ظني أنها قرئت خطأ، أنها ليست على هذا. ما يقال وراث، فإن ابن تيمية يعني أفصح من أن يقول وراث. على طيب نكمل القراءة، جزاك الله خير. وكذلك إسلام النقدين في الموزونات يقدح في كون العلة الوزن، ولم يثبت ذلك بنص بين، بل بعلة مستنبطة قد عارضها ما هو أقوى منها، فإن لم يبين الفرق بين النقدين وغيرهما وإلا كان انتقاضها مبطلا لها. ذكرناها سابقا لا في مسألة السلم، قلنا أن جمهور أهل العلم حين قالوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة هذه علة مستنبطة، استنبطوا تأملوا قالوا العلة ها هنا في النقدين أنه موزون، الذهب والفضة يوزن. طيب إذا كان يوزن كيف جاز بيع السلم في الحديد وهو موزون مثلا، وما شاكله من كل موزون؟ قالوا لا، هذه استثنيت من صورة القياس، خصت من عموم القياس بالإجماع أنه يجوز السلم في هذين الموزونين، هكذا قالوا. لكن أشرنا سابقا قلنا أن ابن تيمية ولهج بها كثيرا في مصنفاته، يقول العلة المستنبطة ما هي صحيح أنها هنا هي الوزن. ما الذي ألجأكم إلى ذلك؟ لو قلتم بالثمنية أن العلة في تحريمها أنه كأنك أن الذهب والفضة كونهما أثمان أي يثمن بهما، خلاص يزول الإشكال. فتخصيص العلة هنا فيها محظور. لذلك يقول وكذلك إسلام النقدين، إسلام النقدين في الموزونات يقدح في كون العلة هو الوزن، ولم يثبت ذلك بنص بين، بل بعلة مستنبطة قالوا أن العلة هي الوزن قد عارضها ما هو أقوى منها، ويقصد بها الثمنية، أن تكون العلة هي الثمن. فإن لم يبين أو يبين الفرق بين النقدين وغيرهما وإلا كان انتقاضها مبطلا لها. ما يأتي مخصص يعني حين إما أن تبين ما الفرق، تقول الذهب والفضة موزونات، والحديد وما شاكله أيضا موزونات، فلا بد أن تبين الفرق. فإن لم تبين الفرق عاد هذا التخصيص على علتك بالنقض والإبطال، وينبغي أن تتأمل وتبحث عن علة أخرى. وابن تيمية يقول والعلة هي الثمن، كونها مثمن نثمن بها الأشياء، الذهب والفضة كونها من الأثمان لا كونها من الموزونات. نعم. فانتقاض العلة يوجب بطلانها قطعا إذا لم تختص صورة النقض بفرق معنوي قطعا، فإن الشارع حكيم عادل لا يفرق بين المتماثلين، فلا تكون الصورتان متماثلتين ثم يخالف بين حكميهما، بل اختلاف الحكمين دليل على اختلاف الصورتين في نفس الأمر، فإن علم أنه فرق بينهما كان ذلك دليلا على افتراقهما في نفس الأمر، وإن لم يعلم بمجيء الفرق، وإن علم أنه سوى بينهما كان ذلك دليلا على استوائهما، وإن لم يعلم هذا ولا هذا لم يجز أن يجمع ويسوى إلا بدليل يقتضي ذلك. ما زال رحمه الله تعالى يكرر ويذكر، ترى تخصيص العلة إذا لم يتبين أو يتبين لك أن هناك فرقا بين هذه الصورة التي خصت من عموم هذه العلة دل ذلك على بطلانها وعلى انتقاضها. لهج بها كثيرا سابقا وكررها هنا، قال فانتقاض العلة يوجب بطلانها قطعا إذا لم تختص صورة النقض بفرق معنوي قطعا. لا بد أن يبين الفرق ثم علله،
قال: فإن الشارع حكيم عادل لا يفرق بين المتماثلين، فلا تكون الصورتان متماثلتين ثم يخالف بين حكمها. فإذا قلت والله هذه منتزعة من القياس، خصت من القياس، طيب ما الفرق؟ لأنه إذا 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 خصصتها من القياس معناها أنك قد أعطيتها حكما آخر، والشريعة لا تفرق بين متماثلين إنما تفرق بين مختلفين، فلا بد أن تبين هذه الصورة التي خصصتها، لا بد وأن تبين وجه الفرق بينها وبين ما خص منه، لأن قواعد الشريعة هكذا بينت لنا أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين أو مختلفين. قال: ثم يخالف بين حكميهما، فإن الشارع الحكيم عادل لا يفرق بين المتماثلين، فلا تكون الصورتان متماثلتين ثم يخالف بين حكميهما، بل اختلاف الحكمين دليل على اختلاف الصورتين في نفس الأمر، فإن علم أنه فرق بينهما كان ذلك دليلا على افتراقهما في نفس الأمر. فإذا فرقت الشريعة لا بد وأن يكون ثمة فرق تتأمله وتبحث عنه، للقاعدة السابقة أن الشريعة لا تأتي للتفريق بين المتماثلين ولا تجمع بين متعارضين أو مختلفين. قال: وإن لم يعلم بمجيء الفرق. طيب جواب الشرط، لأنه ما على ليس على سابقه ولا لا؟ دحين عندنا الصورة الأولى، فإن علم أنه فرق بينهما جوابه كان ذلك دليلا على افتراقهما في نفس الأمر، تم الأمر، هذه الصورة الأولى. وإن لم يعلم بمجيء الفرق أين جوابه؟ لأنه جاء بعد وإن علم أنه سوى، فها هنا سقط. ها؟ أي لا بد من جواب. والنسخة في المكتبة الشاملة كذلك أظن عندكم هذا النقص، لأن النسخة هي إما أن يقال وإن لم يعلم بمجيء الفرق زائدة، لكنها موجودة في وتتمة أو جواب الشرط، وإن لم يعلم بمجيء الفرق لم يجز أن يجمع، لم يجز أن يجمع. هذه ساقطة من نسختي ونسختكم، وهي موجودة في المكتبة الشاملة. لا تم الأمر. شوف، فإن علم أن الشريعة فرقت بينهما كان ذلك دليلا على افتراقهما في نفس الأمر، وإن لم يعلم بمجيء الفرق جوابه. دحين علمنا أولا إن علم أنه فرق بينه، جاء الفرق، عرفنا الفرق، لكن الثاني ما علمنا بمجيء الفرق، لا بد من جواب للشرط. والنسخة في المكتبة الشاملة أوردت هذه الزيادة، فلعلكم تزيدونها في نسختكم. وإن لم يعلم بمجيء الفرق لم يجز أن يجمع بينهما أو نحوه. هذه الصورة الثانية. والثالثة: وإن علم أنه سوى بينهما كان ذلك دليلا على استوائهما، وإن لم يعلم، وهذه الصورة الرابعة، وإن لم يعلم هذا ولا هذا لم يجز أن يجمع ويسمى، عفوا، لم يجز أن يجمع ويسوى إلا بدليل يقتضي ذلك. لأنه إذا استوى الأمران ما يجوز أن تأتي فترجح أحد الجانبين أو أحد الوجهين من غير دليل، لا بد أن تتأمل وتنتظر حتى تجد ما يرجح. فهذه أربع صور، والذي أشكل هي هذا النقص، وإن لم يعلم بمجيء الفرق فها هنا نقص لم يجز أن يجمع بينهما. نعم. وهذا معنى قول إياس بن معاوية: قس للقضاء ما استقام القياس، فإذا فسد فاستحسن،
فأمر بمخالفة القياس إذا تغير الأمر بحصول مفاسد تمنع القياس. وأحمد قال بالاستحسان لأجل الفارق بين صورة الاستحسان وغيرها، وهذا من باب تخصيص العلة للفارق المؤثر، وهذا حق. وأنكر الاستحسان إذا خُصَّت العلة من غير فارق مؤثر، ولذا قال يدعون القياس الذي هو حق عندهم للاستحسان، وهذا أيضاً هو الاستحسان الذي أنكره الشافعي وغيره، وهو منكر كما أنكروه. فإن هذا الاستحسان وما عُدل عنه من القياس المخالف له يقتضي فرقاً وجمعاً بين الصورتين بلا دليل شرعي، بل بالرأي الذي لا يستند إلى بيان الله ورسوله وأمر الله ورسوله، فهو ليس له وضع الشرع أبداً. وقد قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. بارك الله فيك. ثم نقل عن إياس بن معاوية هذه العبارة، قال بعد أن ساق ما تقدم، ترى هذا معنى قول إياس بن معاوية حين قال قس للقضاء، إذا أردت أن تقضي استعمل القياس، ما استقام لك القياس، إذا صلح وحسن القياس فاعمل به، فإذا فسد، لأن القياس يفسد ولا لا، أنا ذكرنا، قال فإذا فسد فاستحسن. فأمر بمخالفة القياس إذا تغير الأمر بحصول مفاسد تمنع القياس. نعم القياس لا بأس، قس، لكن إذا وجدت أن هذا القياس قد حاد أو خرج عن موضعه فاتركه واستحسن. نعم. قال وأحمد، والمسألة التالية أيضا من عظيم المسائل التي وقفت عليها لشيخ ابن إسلام تيمية، ولا بأس أن نذكر مقدمة. فإن الأصوليين يذكرون في باب القياس في شروط القياس، قالوا أن يكون أصل القياس نصا، وأن لا يكون معدولا عن قياس. كيف يعني؟ بمعنى إذا خص القياس صارت مسألة مستقلة، لكن أيقاس عليها؟ هذا موضع نزاع، فاشترط كثير من الأصول قال لا، لأنه أصلا هذه خصت من القياس، ففي أصلها مسألة قد استثنيت من القياس، ما نحولها إلى أصل فنقيس عليها. وهذا موضع نزاع بين الأصوليين، حتى في بيع العرايا والمساقات ونحوها مما استثنته الشريعة، قالوا لا هذه استثنيت من القياس. فها هنا من عجيب أو من دقيق ما ذكره رحمه الله تعالى، أن جعل هذا الخلاف وهذه القاعدة أيضا مبنية على تخصيص العلة. لكن حسبي أن يتبين لكم أو أن أمهد لهذه القاعدة الآتية، وموضع إرجاعها أو تفريعها أو تأصيلها على مسألة تخصيص العلة بذكر هذا الخلاف، وهو ما يسمى المعدول عن سنن القياس، هكذا يعبرون، أو ما خص من القياس هل يقاس عليه؟ فأورد شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أيضا تحريرا طيبا في هذا الموضع، ما وقفت على مثله حقيقة، أو ما وقفت على من ذكر أن هذا مسألة المعدول من القياس أو المخصوص من القياس هل يكون أصلا يقاس عليه أنه مفرع على تخصيص العلة إلا عند ابن تيمية. نعم. وذلك أنه إذا كان القياس لم ينص الشارع على علته، ولا دل لفظ الشرع على عموم المعنى فيه، ولكن رأى الرائي ذلك لمناسبة أو لمشابهة ظنها مناط الحكم، ثم خص من ذلك المعنى صورا بنص يعارضه، كان معذورا في عمله بالنص. لكن مجيء النص بخلاف تلك العلة في بعض الصور دليل على أنها ليست علة تامة قطعا، فإن العلة التامة لا تقبل الانتقاض. فإن لم يعلم أن مورد النص مختص بمعنى يوجب الفرق لم يطمئن قلبه إلا أن ذلك المعنى هو العلة،
بل يجوز أن تكون العلة معنى آخر أو أن يكون ذلك المعنى بعض العلة، وحينئذ فلا يفترق الحكم من جميع موارد مضانه علة. بارك الله فيك. طيب، قال: وذلك أنه إذا كان القياس لم ينص الشارع على علته، بمعنى كانت مستنبطة، وهو تكرار لما سبق وسيأتي. قال: ولا دل لفظ الشارع على عموم المعنى فيه، ولكن رأى الرائي أي الفقيه المجتهد ذلك لمناسبة أو لمشابهة، قياس المناسبة وقياس الشبه ذكرناها أمس أو قبل أمس، أو لكن رأى الرائي ذلك لمناسبة أو لمشابهة ظنها مناط الحكم، ثم خص من ذلك المعنى صورا بنص يعارضه، كان معذورا في عمله بالنص. يعني هو مجتهد، وأراد الشيخ، وهذا رحمه الله تعالى من أدبه، أن يقدم اعتذارا عن هؤلاء، كان معذور. هو كل مجتهد لا شك، كل مجتهد المجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. إذا اجتهد فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، وإذا أخطأ فهو معذور. لكن قال: نعم هو معذور، نعذره، لكن إذا جاء النص بخلاف هذه العلة المستنبطة ولم يتبين له فرق، دل ذلك على أن هذه العلة المستنبطة فاسدة. ونكرره ونذكر، أذكر نفسي وأذكركم، أن من شرط العلة إيش؟ الطرد، تكون مضطردة. هذه من مسالك العلة، يقولون للطرد أن تكون مضطردة. قلت استنبطت، تأملت، قلت والله هذه هي العلة، قال الشيخ معذور، لكن تنبه، إذا جاء نص فاستثنى من هذا العموم، عموم العلة هذه الصور، هذه الصورة أو بعض هذه الصور، انتقض استنباطك وانتقضت علتك، لأن من وإن لم يذكرها، لأن من شرط العلة أن تكون مضطردة، فإذا جاء ما يخصصها دل على فسادها وعلى بطلانها. لكن تقديمه رحمه الله تعالى في قوله كان معذورا في عمله بالنص، يعني إذا خصص هو معذور، لكن مجيء النص بخلاف تلك العلة في بعض الصور دليل على أنها علة، لأنها ليست علة تامة قطعا، وإلا من شرط العلة أن تكون مضطردة، فإذا تخلف الاضطراد في بعض الصور دل ذلك على أن هذه العلة منتقضة، ثم على المجتهد أو الفقيه أن يبحث عن غيرها. نعم. وإن كان مورد الاستحسان هو أيضا معنى ظنه مناسبا أو مشابها، فإنه يحتاج حينئذ إلى أن يثبت ذلك بالأدلة الدالة على تأثير ذلك الوصف، فلا يكون قد ترك القياس إلا لقياس أقوى منه، لاختصاص صورة الاستحسان بما يوجب الفرق بينها وبين غيرها، فلا يكون حينئذ لنا استحسان يخرج عن نص أو قياس. وهذا هو الذي أنكره الشافعي وأحمد وغيرهما في الاستحسان، وما قال به فإنما هو عدول عن أنه قياس، لاختصاص تلك الصورة بما يوجب الفرق، وحينئذ فلا يكون الاستحسان الصحيح عدولا عن قياس صحيح، والقياس الصحيح لا يجوز العدول عنه بحال. قال: إذا كان مورد الاستحسان هو أيضا، أي موضوع تخصيص العلة، هو أيضا معنى ظنه مناسبا أو مشابها، أيضا يحتاج في هذا المقام أن يثبت ذلك بالأدلة الدالة على تأثير ذلك الوصف، ولا بد أن يثبت أنه قد وجد شروطه وانتفت موانعه، وأنه مؤثر، وأنه بينه وبين ما خص منه فرق. كل هذه لا بد أن يستحضرها المجتهد، ما يأتي إلى عموم علة فيخصصها بمجرد الدليل ثم يقول هذا دليل على تخصيصها، لكن لا ينظر إلى هذه الضوابط وهذه الشروط التي أوردها
ابن تيمية في هذا المقام، قال: فلا يكون قد ترك القياس إلا لقياس أقوى منه لاختصاص صورة الاستحسان، ويقصد بالاستحسان وتخصيص العلة بما يوجب الفرق بينها وبين غيرها، فما تتركه حتى يتبين لك الفرق بينها وبين ما خص منه، فلا يكون حينئذ لنا استحسان يخرج عن نص أو عن قياس. وهذا كله تمهيد لما سيأتي، وكثيرا ذكرت ذلك، أن ابن تيمية كثيرا ما يلهج به ويقول: لا يوجد شيء اسمه قياس أو ما عدل أو خرج عن سنن القياس. يقول لك: ما خرج عن سنن القياس إلا ولا بد أن يكون هناك فرق بينه وبين غيره وبين ما خص منه. ويقول: تأملت نصوص الشريعة كلها فما وجدت شيئا قد استثني إلا وقد تبين أن ما استثني هو يعني هذا الذي استثني كان بينه وبين ما استثني منه فرق أوجب أن يفرق بينها في الحكم. وسيشير بعد قليل إلى رسالته التي ألفها. قال: وهذا هو الذي أنكره الشافعي وأحمد وغيرهما في الاستحسان، وما قال به فإنما هو عدول عن أنه قياس لاختصاص تلك الصورة بما يوجب الفرق. فإذا خصصت العلة لا بد وأن يبين موضع الأثر وموضع الفرق، لأن الشيخ سيبين بعد قليل وسيرجحه أنه لو تبين الفرق، لو تميز الفرق أضحى هذا الذي خصصناه أصلا في ذاته فيقاس عليه غيره، بخلاف من خصص من غير أن يبين الفرق. قال: هو الذي يشكل عليه. قال: وحينئذ فلا يكون الاستحسان الصحيح عدولا عن قياس صحيح، والقياس الصحيح لا يجوز العدول عنه بحال. فهذا المصطلح الذي يريده الأصوليون، المعدول عن القياس، للشيخ كلام فيه أورده فيما يأتي في رسالة ألفها، وهذه الرسالة معنى في معنى القياس أو نحوها، وهي مطبوعة في مجموع الفتاوى، ذكر المحقق في رقم الجزء والصفحة، وأيضا قد أفردت في مصنف، طبعت في مصنف، جمعت هي أي هذه الرسالة التي ألف ابن تيمية مع رسالة ابن القيم، فإن ابن القيم رحمه الله تعالى قد نقل طائفة كبيرة منها، وكان يزيد على شيخه، على شيخ ابن تيمية، في مواضع إما زيادة بيان أو زيادة إيضاح، فألفت في كتاب مستقل رسالتان في معنى القياس لابن تيمية، والله لا أذكر المحقق من هو المحقق، لكنها مطبوعة ومتداولة. نعم. وهذا هو الصواب كما قد بسطناه في مصنف مفرد، بمناسبة أنه ليس في الشرع شيء بخلاف القياس الصحيح أصلا. وعلى هذا فصور الاستحسان المعدول بها عن سنن القياس يقاس عليها عند أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إذا عرف المعنى الذي لأجله ثبت الحكم فيها. وذكروا عن أصحاب أبي حنيفة أنه لا يقاس عليها، وهو من جنس تخصيص العلة والاستحسان، فإن من جوز التخصيص والاستحسان من غير فارق معنوي قال: المعدول به عن سنن القياس لا يجب أن يكون لفارق معنوي فلا يقاس عليه، لأن من شرط القياس وجود العلة وتفريقها، ومن قاس قال: بل لا يكون إلا لفارق، فإذا عرفناه قسنا. تأملت يا حفظك الله، المعدول عن القياس الفرق، هذا المعدول عن القياس أو ما خص من القياس، لو تأمل المجتهد والفقيه وتبين له موضع الفرق بينه وبين ما عدل عنه
أضحى أصلا في ذاته ولا إشكال، حينئذ أن تقيس عليه. هذا وجه الإلحاق. قال: لكن من خص من غير أن ينظر إلى هذه القيود وهذه الشروط، من غير أن ينظر إلى ما يجمع بينها وبين غيرها، أو ما فرق بينها وبين ما عدل عنه، هذا ما يصح له، لا يحق له حينئذ أن يلحقه، لأنه ما أضحى، لأنه والله أعلم هل هو صحيح، هل هذا التخصيص صحيح أم لا. إذا خص العلة وكان التخصيص صحيحا على وفق هذه الشروط والضوابط التي ذكرها ابن تيمية، استحال هذا التخصيص إلى أصل مفرد، فيقال لا إشكال حينئذ أن تلحق به غيره. لكن من خص من غير هذه القيود، من غير أن ينظر إلى وجود هذه الشروط أو انتفاء الموانع أو وجود الفرق بينه وبين ما خص عنه، قال: ها هنا لا يصح الإلحاق، أو لا يصح أن يكون هذا أصلا يلحق به. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.